مضطر انك انت تعمل اليوستومي، بس لازم كمان تبقى مطمن ان بطن العيان مفيش بيرفوريشن، ما عندكش كونتامينيشن، ما عندكش الفاسكولاريتي كويسه، المكان الريسكشن بتاعك التو اندز بتوع الكولوم فايبل وكويسين، عندك ستيبلر هتسعفك في الانستموزس، يبقى في الحاله دي لا مانع انك تعمل ريسكشن وذ برايمري انستموزس. انما من الافضل انك تعمل دايفرتنج ستوما، تعمل اليوستومي وتقفلها بعد اسبوعين ثلاثه، بعد شهر مفيش اي مشكله، بس عشان تحافظ على ان ما يبقاش في ليكج من مكان الانستموزس بتاعك. فارجو ان انت القرار بتاع اللارج باول اوبستراكشن ده قرار انديفيدوال، كل حاله لها ظروفها، وكل حاله حسب خبره الجراح اللي بيشتغل، خبره دكتور التخدير اللي معاك، الامكانيات اللي عندك في اوضه العمليات، عندك اي سي يو ولا ما عندكش، المتابعه بتاعت العيان دي هتبقى ازاي. الاسهل يا جماعه للزملاء اللي في المستشفيات الحكوميه اللي مفيش امكانيات كده، ويعني الدنيا عنده مش متظبطه، خش اعمل ديكومبريشن واطلع. انما لو انت في سنتر كويس وعندك امكانيات، هنا هيبقى عندك تو تشويسز، يا تعمل ريسكشن وديليد انستموزس، يا تعمل ريسكشن ويز برايمري انستموز. اتمنى ان انتوا تبقوا يعني ملمين بالديسيجن ده في حالات اللارج باول اوبستراكشن. بشكركم، وان شاء الله نلتقي في نقطة تانية ان شاء الله. شكرا.